اسمي ريما، انا امه لمحمد عمر توفيق. اسمي مروان توفيق، انا ابوه لمحمد عمر توفيق. ابني محمد عمر توفيق تخرج من الـ International School of Arts and Sciences. وجود شروق بيسهل الامور كثير. اذا الشخص مش عارف مظبوط شو الاشياء اللي ابنه يعني حابب يعملها بعدين بالمستقبل باليونيفرسيتي، وشو الميجر اللي هو عم بفكر يعمله. We were like in an area where it's gray. بدنا نعرف what is best for his career، شو احسن شيء لمستقبله. بتعرفوا هذا القرار بده كونسلتنسي وحدا مختص. لحسن الحظ زوجتي ريما في عندها صديقة مختصة بهذا الموضوع. لما بلشت بدي افكر بدي ابعته على امريكا ولا بدي ابعته على لندن ولا بدي ابعته، يعني انا كنت محتاره وين بدي ابعته. دقيت لها وسالتها واخذت نصيحتها وبلشت ساعدتني هي from A to Z بكل شيء سالتها فيه. تقريبا عملت كل الابلكيشن معها everything. يعني انا ممنونه لها جدا. الحلو بست شروق انها she listens to the voice of the customer. بتسمع قبل ما تقول، يعني بتسمع كل الهواجس التلميذ. استمعت له وعرفت هي شو بده، مش الأهل شو بدهم. هذا أهم شيء، يكون التلميذ يعرف شو بده what he likes. استمعت عليه و it was like a very professional approach. And he was very confident لأنه صار يقول فعلاً شو بده وشو طالع عليه يكون بالمستقبل. وبناء عليه عطته الاختيارات وما عطته كتير اختيارات لحتى ما يضيع. عطته الاختيارات اللي بتناسب هو شو بده يساوي، شو الاختصاص اللي حابه. كتير مبسوطة بالسيرفيس اللي قدمت لي اياه شروق، لأنه هذا مستقبل ابني. للنهاية أنه فات على جامعة بسببها، وواحدة من أحسن جامعات الخمسين بالعالم، وهلأ خلص أول سنة هدي الفاونديشن. And his grade was perfect. He was like an honor. ونصيحتي لكل بيهتموا طبعا بمستقبل اولادهم انه يتصلوا بشروق اسوسيشن وياخذوا النصيحه المضبوطه، لانه هي عندها الجواب وهي بتقدر تساعدكم بكل سؤال بتسالوه، وهي بتقدر تعرف اكزاكتلي كيف تساعدكم بمستقبلهم بالنسبه لاي جامعه. مشهور انه كل الاشخاص حيكونوا مبسوطين والاهالي مبسوطين وسعداء، لانه مثل هيدا همه ينشال عن قلبه للواحد. اذا في حدا يقدر يعمل لك شغلك this will be great. وبنصح كل شخص انه يتواصل معه اي سؤال هي موجودة وهي بتجاوب على كل أسئلتكم، وهي she's the proper person أنه هي تساعدكم بكل الأسئلة اللي أنتم طالبينها. Thank you so much. This is a very good service. We thank you شروق from the bottom of our heart for your for being so professional and so delicate in your interactive approach. Thank you.